محمد رمضان واضافته للنادي الاهلي. اه كابتن محمد رمضان طبعا الشخصيات الجميله جدا جدا يعني، نعم وواحد من الناس اللي ليه فضل عليا يعني، يعني هو اللي جابني النادي الاهلي يعني خباك في امبابه بالظبط يعني عند عند الكابتن سعيد. سعيد يعني. نعم ف واحد اولا يعني عنده ما شاء الله ما شاء الله يعني، يعني عقليه اداريه اه فذه ما شاء يعني، الله، فذه هو منظم موهوب. جدا، وعنده قدرات اداريه غير طبيعيه، متزن جدا يعني، بيشتغل بس يعني بيشتغل بحب جدا وباخلاص، وقليل وبيدي كلام. للناس طبعا بيدي للناس يعني مهام كبيره جدا، من ده غير ما صحيح. عندوش اي مشكله في اي حاجه خالص، الناس كلها تشتغل وتنجح يعني. الحمد لله بدا بدايه مميزه جدا يعني، اتمنى ان شاء الله يكمل اكتر واكتر ويفيد النادي اكتر واكتر، ويعمل حاجه كبيره جدا للنادي يعني بفكره دوت يعني، لان عنده افكار كبيره جدا يعني، لو ان صحيح. شاء الله اتنفذت، ان شاء الله اتنفذت يعني هتتنفذ ان شاء الله يعني بالتنسيق طبعا مع الكابتن، ان شاء الله ينقل النادي لحته تانيه ان شاء الله باذن فترة الله. يعني توليك مهام القائم بأعمال مدير الكرة كانت حمل عليك شوية؟ جدا جد. جدا يعني، نعم. بس في الاول والاخر انا ما اقدرش اقول لا يعني، صح. اولا مش حتتي يعني، لكن انا كنت جايب مرحله معينه يعني حاولت على قد ما اقدر فيها يعني، كان فيها شغلتك شوية؟ شغلتني جدا طبعا. يعني، لانها كانت فيها او فيها تفاصيل كتيره جدا يعني، قوائم بقى ولعيبه واللي عايز تأييد، يجدد واللي اللي عايز عاوز يجدد يمدد واللي عايز زيادة وكان موضوع اللبس وموضوع فتره الاعداد وموضوع، لا كانت يعني شغلانه لا مراهقة ذهنية. جدا جدا، وانت بتحب الملعب. لا وانا بحب الملعب طبعا يعني، فحاولت على قد ما اقدر نعم. الصراحه يعني، على قد ما اقدر فرحت اجتهدت لما قالوا لك محمد قوي رمضان؟ قوي قوي. قوي والله، ما قوي صدقت يا عيني. قوي يعني. واشفقت طبعا بقى من اللي سيد طبعا، ومن طبعا سيد اللي كان خالد بيبو. وخالد بيبو نعم طبعا طبعا. طبعا نعم واحد برضو من الناس اللي اجتهدت طبعا. في الفتره اللي هو اشتغل فيها وحقق نجاحات كبيره جدا يعني. وبعد كده بقى جه كابتن رمضان كمل يعني، وانت عارف احنا طبعا الحمد لله في النادي الاهلي تربينا على كده، ان الناس دايما بتسلم بعض يعني، ما عندناش اي حاجه لاي حد يشتغل مكاننا، يمكن انا في الفتره اللي انا كنت فيها يعني انا شفت دعم من ناس يعني، فعلا. يعني بشكرها جدا يعني، كل الناس ومن كل الاجيال يعني، كابتن مثلا ابراهيم عبد الصمد، كابتن احمد عبد الباقي، كابتن محمد عامر، كابتن عادل طعيمه، كلموك. كل طبعا يكلموك ويدعموك طبعا، نجوم النادي بقى الاهلي. نجوم تاني، كابتن ياسر ريان، كابتن مشير حنفيه الحديدي، كابتن احمد نخله، كل الناس اللي على الاجيال بقى دي انت كلها عشان يعني. محبوب، كابتن ايه؟ انت عشان محبوب، لا يا الناس كابتن، بتحبك. عشان هو ده النادي، لا هو ده والله، النادي. بس انت لا كمان محبوب، انت الحمد لله بني الحمد ادم لله، جميل يعني. بس هي نعم، دي، هو ده هو عظمه ده النادي النادي، هو الاهلي عظمه طبعا النادي الاهلي طبعا. بجد يعني. فاتمنى ان شاء الله اللي احنا الواحد يدي اقصى ما عنده للنادي، ويجي الناس تكمل بعدين ان شاء الله ببطولات اكتر وتنجح هتبقى مدير اكتر. فني النادي الاهلي امتى يا كابتن؟ اتمنى طبعا اي حد شرف طبعا، ليه اللي هو انت توليت المسؤوليه في وقت صعب وعملت منهم ماتش الزمالك وادرت الحمد بشكل لله، كويس، كنت الزمالك قريب جدا من الفوز. وبيراميدز الحمد لله برضو في الكاس نعم، الحمد لله خرجتهم يعني، كسبت. مسؤوليه نعم. كبيره، مسؤوليه كبيره جدا، وطموح طبعا الواحد يتمناه. لكن في الاخر دايما الواحد بيقول يعني ان النادي الاهلي يعني حاجه كبيره جدا، طبعا. ومحتاج لحد كبير جدا كمان اكتر يعني، اللي هو يفيد النادي الاهلي بشكل كبير ان شاء الله.